20 سنة أنا عم بدرس على راسي على راسي قلبي كل الهدف. كل ما أطلع أنا أحكي عراقي بحت، وعراقي يعني مو حتى منهم ما يقولوا لي إحنا من ليش تشنعرفش من وين، بس أنا ما أحب أصرح أنا بالضبط من وين. بس المهم أنا عايشة مبتعدة حتى عن السوشيال ميديا وعن كل شيء، بس أنا من أشوف اليوتيوب أي شخص عراقي أو منتخبنا العراقي، أنا هيك ماكو، إحنا كل إحنا العراقيين عندنا هاي الغيرة، فما نتحمل من نشوف ودائما ندعم أي شخص عراقي، حتى كل اللي طلعوا المشاهير بالبرامج هاي إحنا اللي بأمريكا دعمناهم لأن يمثلون العراق. صح صح صح. اللي قهرني أنا مبتعدة عن السوشيال ميديا بس اليوتيوب أشوفه، قهرني إنه ما أتحمل أسمع كلمة عنك أو واحد يجيب طاري خاصة والله على يعني صوتي راح 3 ايام 4 ايام ما نايم انا والله يجيب طريقه صحيح انت عفوي صحيح انت انسان رامي كتم بليز رامي وهدي خلي مواضيعنا اللي بدون علي بليز يا رامي هدي وكتم الله يخليك رامي اخر مره اذكرها بليز تفضلي دكتوره نور فصحيح انه يعني شفنا صدى انا ما عندي صدى نور صوتك بعيد شويه عمري اوكي يور ويلكم شوفوا يعني ما شفنا علي سوى اي شيء يعني غلط او تعدى على حد بالعكس كان هو اللي دائما اللي يقرب بين وجهات النظر كان هو اللي دائما ما يرضى واحد يحكي بظهر الثاني وشفنا الطعن من الكل بس انت الشغله اللي عندك انت كثير على نياتك يا علي هواي على نياتك أيوة والله زياده عن اللزوم ودائما يعني انت بسيط مع الكل لهذا اكو ناس استغلت هذا الشيء للاسف يعني بس هي هاي عاده يعني قاعده بالحياه اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرد وهاي اللي وهذا اللي صار وياك بس احنا اللي نطلبه منك حبا بيك انت وبالشيء اللي سويته وبعلاقتك الحلوه اللي كونتها لا تستعجل لا تتسرع اكو جيوش مجيشه ضدكم اكو جيوش مجيشه حتى انت تنضرب وحتى شي ناس تنضرب ويخلط جو ناس ثانيين وانت تعرف كل الزين احنا موجودين ما حد يندقب علينا رامي بليز احنا موجودين ما حد يندقب ابو حسين رامي بليز خلينا اكمل فالمهم let me tell you this nobody you were at the top let me talk now okay رامي اخي right, شو رامي don't scare him اخوي رامي خلني استفاد رامي بعد اخوك بدي اروح لك بس اوضح فكره انا رامي قلت له من تتعصب حاول تحول على اللغه الانجليزيه لان احنا نعرف اللغه الانجليزيه غير جارحه فرامي بليز اخر مره كتم هدي رامي هذه دخلنا حتى انا اتكلم انا ادافع عليك بحرقه من منطقتي في الجامعه مدرسه الفاروق متوسطه صدام حسين القدس كلها دني تداوم بهن وانت تدلهن علاوي انا من اتكلم حبا بيك طبعا صح وانا استمع لك حبا بيكم انتم وتنصحوني يعني انا ممكن انه ما اشوف اللي غلط اللي انا اشوفه بنفسي العالم اللي تشوفه وعلى هذا الاساس انا دائما انت مشغول بس احنا دائما على هسه صرنا على السوشيال ميديا ونشوف الناس اللي تحاول تسقط واللي تحاول تنشر واللي تحاول تصرفت اشاعات عنك واشياء مو صحيحه وكلها دن الصداله وكلها دن ردها بس انه اكو جيوش اقوى مما تتخيل مجيشه ضدكم ما اعرف شنو سبب هل هو حقد هل هو كره هل هو غيره الحقد والغيره هذا حبيبتي الحقد والغيره كلها هاي اسباب يعني قابله للاحتمال بس اللي انطلق منك انت من تشوف هاي المزجات انت ما تعرف عدوك من حبيبك لا تاخذ لها اهميه ولا تدير لها بال وخلي اذا اكو بيناتكم فتشي تحبون تحجونه تحاولوا تكون انتوا شهنان حتى وان كانت كنتوا مع بعض ما كنتوا مع بعض هاي حياتكم انتم احرار بيها انتم اللي تقررونها احنا نحب نشوفكم مع بعض لان حبكم وصل لنا انا سويت اليوم مسج سمعت المسج مالتي صح فهذا المسج اللي دزيته لان انه احنا شوف انتم هاي الالاف كلها من الناس اللي وصلها مشاعركم معناته كم كانت صادقه هاي المشاعر لو ما كانت صادقه يا علي صدقني ما توصل يعني حتى لو انتم حاسين انه هذا شو بروجرام بتسوونه بس الناس بس بلغة العيون لا والله حبيبتي أنا لو صراحة لو صدق رايح هناك أضحك وما أدري شنو ممثل شان بقيت ويا وحدة أنا وأكمل وياها البروجرام
وشغله ثانيه لا يعني لا تنقاد ورا الفان فانز اي واحد من الناس اللي كانوا بالبرنامج لا تنقاد ورا كلامهم. لا لا حبيبتي دكتورة العفو عذرا على المقاطعة، لكن أنا ما مشيت ورا حكي الفانز ولا بعمري حكيت ورا فرج الفانز. أنا ذكرت قبل شوي قلت صارت مكالمة بينه وبين شهيناز، هذه المكالمة هي اللي جبرتني أعمل هذا الشيء. أنا هيك قلت أنا ما مشيت أكيد شفت قبلها شغلات وشفت قبلها تدري الفانز أساسا يسوون هاي الفيديوهات ويدزونها إلك ويدزونها شهيناز على مود تسوي لها بوست، لأن هي ترى أنت لو تفكر بيها هي مو هي اللي مخليتها، هي يجيها منشن شون احنا نسوي لكم منشن، وهي من حتى انا متاكده هي نيتها طيبه مثلك انت بالضبط، يعني هي عندها حسن نيه فاضية. مو على مو على مو على فارس حبيبتي، انا غير موضوع دكتوره حبيبتي جوزتي ما متهمه هذا الموضوع، هو غير موضوع كليا. انا شغلات بينكم بغض النظر عن اي شغلات بيناتكم اتفقوا انتم عليها وحاولوا انتم تسوونها مع بعض حتى الناس ما تاخذ فكره غلط عنكم. ان شاء الله والله ان شاء الله، لان انتم اكبر